هذا أحد مشايخ البخاري، إمام جليل هذا، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. إذا اسمك معاوية ما تدخلش بيتي. إذا موجود من أهل السنة ومن رجال الكتب الستة ومن شيوخ البخاري من كان منحرفا جدا عن معاوية، ما يتحملش اسم معاوية، موجود. يعني مش عدنان إبراهيم وحسن فرحان المالكي وحسن السقاف ومحمد بن عقيل العلوي أو أبو بكر ابن شهاب العلوي أول ناس تكلموا، لا لا لا. عبيد الله ابن موسى، عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي، هذا أحد مشايخ البخاري، إمام جليل هذا رضي الله عنه وأرضاه. حنشوف إيش قصة إيه عبيد الله ابن موسى هذا. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد التاسع طبعة الرسالة: عبيد الله ابن موسى، عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار باذام الإمام الحافظ العابد أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي، أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، عالم كبير. كما أن أبا داود الطيالسي أول من صنف المسند من البصريين أو البصريين وهي أفصح على ما نقله الخليلي في إرشاده. حدث عنه أحمد ابن حنبل قليلا كان يكرهه لبدعة فيه، سوف نرى ما هذه البدعة، التشيع، يحب عليا وآل البيت ومنحرف عن معاوية. أنا أقول هنيئا له، منحرف لا يحب معاوية ويظهر البراءة منه. وإسحاق ابن راهوية الحنظلي ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية عصري أحمد، وابن معين حدثوا عنه، لم يقل قليلا، أحمد قليلا، هؤلاء حدثوا عنه عادي، وابن معين وعبد ابن حميد المشهور، نعم، وأبو حاتم الحارث ابن أبي سهل. أنا أقرأ الأئمة المشهورين الذين ربما لكم تأنس بسماع أسمائهم وأسقط الأسماء غير المعروفة للناس. وروى عنه البخاري في صحيحه ويعقوب ابن سفيان طبعا الفسوي في مشيخته، وثقه ابن معين وجماعة، حديثه في الكتب الستة، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. واضح؟ إذن هذا عبيد ابن موسى العبسي الكوفي، واضح؟ قال ابن مندة: كان أحمد ابن حنبل يدل الناس على عبيد الله. روحوا خذوا العلم منه، عالم كبير هذا، وتعلموا منه. وكان معروفا بالرفض، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. إذا اسمك معاوية ما تدخلش بيتي. واحد حيقول لي انت حيرتنا هيك وبتقول انه حديثه في الكتب الستة، يعني طبعا وثقوا لانه عالم تقي، يعني مع انهم مش حق انه اذا واحد تكلم في معاوية يجعلونه كذا وكذا وخلاص، يعني كأنه أجرم. يعني على الأقل عند علمائنا الأقدمين في شيء كثيم الإنصاف، هؤلاء اليوم المعاصرون لا إنصاف لديهم، لا إنصاف ولا ورع ولا تقى في هذه المسائل على الأقل. دخل عليه معاوية ابن صالح الأشعري فقال: ما اسمك؟ عبيد ابن موسى بقول له أي معاوية ابن صالح هذا، قال له: ما اسمك؟ قال: معاوية. قال: والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم. خلاص برا ما في هذا. إذن موجود من أهل السنة ومن رجال الكتب الستة ومن شيوخ البخاري وشيوخ أحمد وشيوخ فلان وعلان من كان منحرفا جدا عن معاوية، ما يتحملش اسم معاوية، موجود. يعني مش عدنان إبراهيم وحسن فرحان المالكي وحسن السقاف ومحمد بن عقيل العلوي أو أبو بكر ابن شهاب العلوي أول ناس تكلموا، لا لا لا.